بجيب ايه بجيب وبعدين ايه بجيب من ايه تحت بجيب ايه لتحت. بجيب ايه واحدة واحدة، انا بجيب ايه وهو بيجيب ايه؟ حضرتك بتجيب كامبريدج، الامتحان كامبريدج بتاع كامبريدج، هو كامبريدج بيجيب كامبريدج. كامبريدج كامبريدج مش ايوه كامبريدج، كامبريدج. اوكي اوكي نو بروبلم نو بروبلم كامبريدج. كامبريدج. اوكي كامبريدج. اوكي طيب هنبتدي. انا كده احنا الساعه 8 8 and 8 minutes almost، يعني we gonna start. انا عملت لكم سيلكشن، حد في الاول عنده اي اسئله عايز يسالها لي؟ في حد عنده حاجه عايز يعرفها؟ طيب اوكي. النهارده حصتنا حصه النهارده هتبقى طويله شويه، واحتمال وي تيك تو ليسونز النهارده مش هطلع من لسن. طيب اوكي يلا، في اللي عنده سؤال يا اما يبعته لي يا اما يوريه لي. ده طب ده فين؟ ده موجود فين عشان اعرف اطلعه؟ في ال بيبر 1 الستيج 5 اللي في شيت حضرتها. هو بتاع كامبريدج. حاضر ثانية واحدة. ثانية واحدة. بيبر 1 كويشن بيبر. اوكي ريتان، انت داخل من اكونتين يا ريتان، اقفلي اكونت واحد بس عشان الايكوز الساوند الساوند. قولي 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 يا نور. كويشن 3 3 هو ده؟ حضرتك اصلا مش غير عندي ان حضرتك طب بيقول ايه؟ بيقول لي طب الكويشن، يا ريت الكويشن بيقول ايه؟ اسم كده بنت سيليستيس تيستيس يعني انستيزيا. ريكورد اوكي ريكورد the time it takes to run around the park each day. She rides each time to the nearest minutes. Between 32, 31, 28, 25, 31, 29. Write her median time. Median. يعني ايه median؟ يعني ايه median؟ الوسط. يعني ايه يعني how to get the median؟ how to know the median؟ طب ما عملتش عليها سيرش ليه طيب؟ ما عملتش عليها سيرش ليه؟ I'm talking seriously. ما انا في حاجات كده ممكن ما اعرفش اقولها، او في حاجات كده ما جاتليش ما تجيش معايا، خدناها السنه اللي فاتت ما خدناش السنه دي. اوكي فممكن ما تبقاش بالنسبه لي سهله ان اقولها لك صح ولا غلط. طب انا لازم اعمل سيرش. فين ليلي؟ يعني ايه ميديان يا جماعه؟ يعني ايه ميديان يا ليلي؟ ميديان يعني ايه؟ كان عندي وقت كنتش برضه فاهماها في السؤال. طب ما عملناش سيرش عليها ليه؟ بس بتهيألي يعني أقرب حاجة أو فكري. طيب طيب هقول لكم يعني ايه ميديان. انا مش عارف البرايم نمبرز هي ايه. البرايم نمبرز طيب اوكي، احنا لازم نتكلم في الميديان، خلينا في الميديان دلوقتي. اوكي حاضر. شير بس للسكرين. اوكي اهو. What is the write the median time. She rides each time to the nearest minute. Okay, what's the median time?
يعني انا فهمتها يعني ان هو يعني انا كتبت بيت وانا كان انا بنحطهم الصغير وبعدين بنشوف ايه الرقم اللي في النص. انا عملت راوندينج وطلعوا كلهم فوق. طيب بصي، لا انا عرفت انا عندي هنا ايه، انا ببتدي اول حاجه ايه، اعمل ايه، اعمل كلاسيفيكيشن للارقام. ادي 25، يبقى هو ابتدى بايه، من 25 خلاص، يبقى 25 اول حاجه، وبعدين 28، 28 ها، وبعدين 29 فين 29 اهي، يبقى انا خلاص 25 28 اوكي 29 اوكي، وبعدين 30 صح اهي، وبعدين 31، وبعدين 31 تاني، وبعدين 32 اوكي اهي اوكي. وبعدين بعمل ايه، بشوف الميدل نمبر، انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 30 هو ايه، هو الميدل نمبر. ليه؟ قبل ال 30 في عندي كام، هاو ميني نمبر؟ 3، 3 نمبرز. وبعد ال 30 في هاو ميني نمبرز؟ 3. يبقى انا عندي، يبقى ذا ميدل نمبر از وات؟ 30 صح. يبقى هعمل ايه؟ هعمل 30 بجيب 30 ده. أنا كتبتها 30 minutes عشان لا عملت لا لها لا لا، لسه مش كده، مش كده خالص، مش كده خالص. 30 يعني هي طلعت معايا بالصدفة. هي من 30، هي من 30 بلس 1 ديفايدد باي كام؟ ايكوال كام؟ ايكوال 32. اجيب 32 واعمل ديفايد باي 2 ايكوال كام؟ بس 30 بلس 1 ايكوال 31. 31 سوري 31 يس. 31 ديفايدد باي 2 ايكوال كام؟ ما تنفعش بيكوال. هيكون فيه ريميندر. تمام، يبقى هنعملها ازاي؟ ثواني ثواني. تمام، فهمت انا عملت ايه؟ فهمت عملت ايه يا ريتال؟ وفين ياسين؟ ما دخلش معايا ياسين ليه؟ انا مش فاهمه ليه عملت لها بلس 1 وبعدين عملتها باي 2. ما هو عايزها في الميديان. الميديان يعني ايه؟ اللي هو اعرف يعتبر الوسط يعني، فاهم قصدي ايه؟ انا برضه فكرت فيها وكده. بس هي مش الانسر مش كده، فاهماني معايا ولا مش معايا؟ انت فاهمين؟ طب انت فاهمين انا عملت ايه؟ طيب فاهمين انا عملت ايه؟ انا فاهمه لحد ما جبنا سيرتي، بس يعني مش عارفه يعني ليه عملنا بلس 1 وبعدين ديفايد 2. بص يا حبيبتي، هو انا عملت ايه؟ انا هنا عايز اعرف الميديان تايم اللي هو كام، اللي هو 30 مينتس اوكي. بس لو عايز اعرف الميديان نمبر غير الميديان تايم، فاهم قصدي؟ يعني الميديان تايم غير الميديان، غير الميديان نمبر. يعني انا هنا عملت ايه اول حاجه؟ عملت ارينجمنت فروم ذا سمولست تو ذا بيجست صح؟ وبعدين عملت ايه؟ عملت كلاسيفيكيشن، شفت الرقم اللي هو ايه، اللي هو الرقم ان ذا ميدل اللي هو 30، قبليه هاو ميني نمبر؟ 3 نمبرز، وبعديه 3 نمبرز، يبقى ذا ميديان تايم از ايه؟ 30 مينتس. فهمت كده؟ ريتال، ريتال انت معايا ولا ايه؟ يس ايوه يا مستر، بس بشرب ميه. طيب يا حبيبي خلاص، بتاكد بطمن عليكي بس. فهماني فهماني يا نور، فهماني يا ليلي، فهمتوني انا عملت ايه؟ الميديم تايم هو كام؟ اللي هو 30 مينتس اوكي. اما الميديم ده اللي هو ده اللي عايز تعرفوه اوكي اوكي ماشي. برايم نمبر يا ليلي، السبب بتاعك انا عارف البرايم نمبرز اللي هي النمبرز اللي ما يعرفش
لازم اضربها في 1 عشان تديني النمبر. لا برايم نمبر صح كده، برايم نمبر اللي هي doesn't equal any number in multiplication except 1، يعني 3 the prime number. ليه؟ لان 3 times 1 is equal to 3. في حاجه ثانيه times what دي 3؟ مفيش. طيب ال 5 2 ال 5 برايم نمبر. ليه 5 times 1 equal كام؟ equal 5. ال 7 برايم نمبر صح؟ 7 times 1 is equal to 7. طيب ال 9 هل هل ال 9 برايم نمبر؟ لا مش برايم نمبر. طب ريتال ال 8 برايم نمبر؟ ال 8 وال 9 برايم نمبرز؟ يس. ازاي؟ طيب احنا قلنا البرايم نمبر النمبر از ايكوال اونلي وين از مالتيبلاي باي 1، وين از مالتيبلاي باي 1. بس 8 ايكوال ايه؟ 2 تايمز 4 ايكوال 8، و 4 و 8 تايمز 1 اوكي ايكوال 8. يبقى ده كده ايه؟ نوت برايم نمبر. يس اوكي. طيب ال 9 برايم نمبر يا ريتال انت قولي لي. تمام not prime number very good. طب ال 11 prime number؟ اه ال 11 prime number. اه طيب 12 يا ريتال، 12 is a prime number. 12 يا ريتال، 12 is a prime number يا ريتال. نو very good. ليلي ال 13 prime number؟ اه طيب ال 15 لا 15 يا ريتال. نور بتقول لا، انت رايك ايه؟ لا very good not prime number. فهمتوا يعني ايه prime numbers؟ اوكي اوكي. حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده سؤال تاني؟ نو فكري يا ريتال لو عندك سؤال قولي لي. انا قاعد النهارده الحصه بتاعتنا النهارده طويله، هنقعد مع بعض حصتين مع بعض النهارده زي ما انتوا عايزين. يعني لو في حاجه واقفه مني ايوه طبعا ايوه طبعا، عشان امتحاننا قرب جدا. طبعا طبعا يا جماعه لازم نقول كل حاجه انتوا عايزينها يا جماعه. اساسا الامتحان الاسبوع الجاي بجد نيكست ويك. ربنا يستر على الكلام ده. ربنا يستر. ماشي يلا 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 يا نور. اللي هو تست ايه فلان ستارت. طب معلش وريني السؤال معلش، عشان انا في ورق كتير جدا عندي. مش عارف حبيبتي، بس زي ما تاخد معانا من مش مشكله. المهم بس نقعد مع بعض عشان نغطي كل النقط اللي انتوا عايزين تسالوني فيها. مش مشكله الحصه تقعد معايا تقعد مش مشكله كام. قولي يا نور. اوكي. ده فين ده؟ فاني اكزامبل يا نور عشان اطلعه من عندي. هيد ستارت تيست اي. اوكي ثانية واحدة. ثانية واحدة ابص عندي. اسمه هيد ستارت برايمري. وري اول شيت. اول شيت بقى بليز. سوشيال سكور تيست ايه؟ هيد ستارت ميجرينج. اوكي فين السؤال؟ رقم كام؟ ايه؟ رقم 6. 6؟ لا مش عندي. ثانية واحدة. ماثيماتكس. ايه؟
ايوه اوكي يا جماعه، لو حد فتح الاكونت تاني بليز يعملوا كلوز عشان الايكو عالي جدا. اوكي يا نور، نور وليلي. Look at the diagram below to help you multiply the next the mixed number. Write the answer as a mixed number in the box. صح؟ هو بيقول لي بغض النظر على الشيب اللي هو مديهولي دوت، انا عندي 1 and 1 over 4 times 3، اقدر اعملها ولا اقدرش اعملها؟ سامعاني ولا مش سامعاني؟ اوكي. بس هنا ده ميكسد نمبر. ماشي، هو بيقول لي write the answer as a mixed number. اوكي، هو بيقول لي 1 and 1 over 4 plus 1 1 over 4 plus 1 1 over 4 equal كام؟ equal 1 1 over 4 times 3. خلاص؟ طيب ماشي. 1 and 1 over 4 times 3 equal كام؟ هنعمل 3 multiply 1. Very good. بيكوال كام؟ هتبقى 3. طيب وبعدين هنعمل 3 multiply 4. لا لا لا، طب واحدة واحدة، قلنا 1 and 1 over 4 مش دوت ميكسد نمبر؟ اه. عايز احوله improper fraction هعمل ايه؟ هيبقى ايكوال كام يعني؟ يا ريتالنت ونور ليلي. هنحول 1 و 1 over 4 دي ل improper fraction. ايوه ازاي يعني؟ انا عايز final answer. ابعتلي final answer private. 3 ابعتي فايل انسر برايفت. يلا يا ريتال، حولي الميكس نمبر ده انتو امبروبر فراكشن زي ما خدنا قبل كده. عندي طريقتين، الطريقه اللي احنا خدناها مع بعض والطريقه اللي انتوا عارفينها. صح يا نور؟ اوكي تمام. يلا يا ريتال، عايز احول ال 1 and 1 over 4 into improper fraction. لا لا يا نيلي، ليلي انت فين؟ كنت بدور على الكوبي بوك. حياتي انت مش مركزه معايا خالص، بقالك حصتين كده. انت تعبانه. طيب يا حبيبتي ماشي، واحده واحده على نفسك بالراحه. اوكي، الف سلامه عليك. بس بليز بليز يا ليلي، ركزي معايا، بليز ركزي معايا عشان يعني تستفيدي حتى اتليست من الحصه يعني. طيب بصي يا نور بقى، اعملي مالتيبليكيشن للرقم انت طلعتيه ده من 3. ايمن مالتيبليكيشن الرقم انت طلعتيه دوت تايمز 3 وتعالي وابعتي لي انسر برايفت. يلا يا ريتال، نعم لا، اعملي مالتيبليكيشن الرقم انت بعته لي في الشيت تايم 3 وبعته لي برضه في الشيت. اعملي مالتيبليكيشن للرقم اللي طلعتيه في البرايفت شات تايم 3 وبعتي لي الانسر تاني. يلا يلا يا ليلي، يلا يا ريتال. مالها يعني كبدة الغلب؟ يلا انا بالمطاعم ايه؟ احنا بنروح المطاعم ما بناكلش غير الكبدة دي اصلا. وعايزة اقول لك بقى ان انت هتعرفي كنت بتعمليها غلط في الفيديو ده. احنا بنقشر الكبدة وطبعا معاها كلاوي، اهم حاجة تكون
طالعه من الفريزر مجمده، بقشرها عشان ايه؟ عشان القشره دي لما تقشريها الكبده ما تبرمش معاكي لما بتيجي تسويها. شوفي بقى الطريقه دي بجد بجد هتعرفي يلا يا ان نور. انتي ما طبختيش كبده قبل كده. الطريقه دي حقيقه هتدمنيها طبعا، مع احترامي لاي طريقه، بس كل حد يعني ليه طريقه. قشرتها كده وقطعتها شرايح صغيره، رفعت طاسه على النار فيها معلقتين يلا يا سمنه جماعة وبهار سخنوا كويس جدا، بروح نازله يا نور. يا جماعة انتوا طلعتوا كلكم اوف لاين ليه؟ مش محتاجة تحل يا جماعة. طب اوكي 1 and 1 over 4 equal كام؟ equal 4 over 4 plus 1 over 4 يعني equal كام يا ريتال؟ 4 plus 1 over 4 يعني equal كام؟ 5 over 4. طيب يبقى 1 over 4 equal 5 over 4 صح؟ 1 and 1 over 4 equal 5 over 4. يبقى لو انا عملت 5 over 4 multiply by 3 في المالتيبليكيشن انا عارف بعمل ايه؟ بعمل النيومينيتور تايمز النيومينيتور والدينيمينيتور تايمز الدينيمينيتور. ما دام هي 3 يعني اكني عندي 3 over 1 يعني دي equal كام؟ 15 over 4. طب عايز احول 15 over 4 ليه؟ لميكسد نمبر ده improper. هل اقدر احول 15 over 4 بتبقى ايكوال لكام؟ ل 1 ل ميكسد نمبر ايكوال كام؟ ايكوال 4 over 4 بلس كام؟ 11 over 4 صح؟ صح؟ صح. يعني صح. يعني ايكوال كام؟ يعني ايكوال 1 بلس 11 over 4 يعني اذا ميكسد نمبر يبقى ايكوال 1 and 11 over 4. مش احنا المفروض نعملها 4 over 4 بس 4 over 4 وبعدين نعمل وبعدين 7 over 4. مين ومين بيتكلم؟ انت يا نور بتتكلمي؟ اه. لا يا حبيبتي اللي جاب 7 اللي انا عملت دوت، مش ده اللي شرحته قبل كده معاكم في الفراكشن وقلنا نحله مع بعض؟ مش ده اللي شرحته قبل كده يا حبيبتي يا نور؟ يعني حضرتك عامل 1 هول بس، ف 4 اوفر 4 بلس 4 اوفر 4 يعني 8 اوفر 4. واحنا لا ازاي فين 8 اوفر 4 دي؟ ازاي 8 اوفر 4؟ 5 اوفر 4 تايم 3 دي تايمز مالتيبليكيشن مش بلس. يبقى النيومينيتور تايم النيومينيتور اهو، نعمل ده مالتيبلاي ده وده مالتيبلاي ده ايكوال 15 اوفر 4. 15 over 4 يعني ايه؟ يعني 4 over 4 plus 11 over 4. ريتال وليلي انتوا مجمعين معايا انا بعمل بشرح ايه؟ في حاجة مش فاهمينها طيب اشرحها تاني؟ اه. في حاجة مش فاهمينها اشرحها تاني؟ يا جماعة الفراكشن از فيري امبورتنت وانا شرحت الفراكشن كتير واديت اكزامبلز كتير في الفراكشن. بليز يا جماعة بليز يعني نركز في موضوع الاستادينج شوية. الامتحان بتاعنا الأسبوع الجاي. احنا مش بنذاكر ليه؟ انا بذاكر. طيب اوكي يا جماعه ده فيري سيمبل كويشن يعني يعني لا انا بقول بكتير ايه يا نور قولي تاني كده. انا سامعك يا نور. رجع ورا شويه يا نور، رجع ورا شويه، رجع ورا كلامي انت كده، كده على صوتك انت كده، على صوتك انت هنا. قصدي 15 اوفر 4 ينفع تبقى 2 هولز و7 اوفر 4. ليه؟ ده كده انا عندي اديني منيتر 4. اديني منيتر 4. يبقى لازم الكومن دي منيتر. يبقى 4 اوفر 4 بلس 11 اوفر 4. ليه؟ لان 11 بلس 4 يكون 15. طيب ماشي. في حد تاني عنده اي سؤال عايز اشرحه له؟ هو ممكن ابعته؟ ثانية هدور. اوكي. يلا عشان لسه ما بدناش الحصة بتاعتنا.
يلا يا جماعة، يلا يا ريتال لو عندك أي سؤال يا ريتال ابعتي لي. بعدين يقولوا ما انت حليت صح، عملت كده 5 اوفر 4، هتعملي 5 اوفر 4 تايمز 3. قلت لك اعملي 5 اوفر 4 تايمز 3، ايه الصعب في كده يعني؟ اوكي. على فكرة I am so sad. يا ليلي انا مش عارف ايه، انت حاطه البيبر بالشالوب قدامي، انا مش فاهم ايه ده، ايه ده؟ ليه انت عامله ميوت يا حبيبتي؟ انت ميوت يا ماما مش سامعك. يا ليلي يو ار ميوت، يا ليلي انا مش سامعك، اعملي ان ميوت هسمعك. ايوه بتقول ايه؟ طب فين البيبر؟ فين البيبر؟ وري الفيرست بيبر بتاعته، الفيرست بيبر بتاعت الملزمه كلها. اوكي كامبريدج، سؤالكم كام؟ سيفن. ايه كده انا مرسل يقول ايه؟ ايه سؤال نمبر 7؟ مش عندي السؤال ده، لا استنى استنى، ده انا بعته لكم. طب انا هعرف منين؟ طب انا هعرف منين؟ طب انا هعرف منين؟ طب ابعتوا لي حتى ايفن بي يعني بي كسكرين يعني بيكتشر. طيب اوكي. طب معلش يا ايلي، لو عندك سؤال ابعته لي عشان اقدر اجمعه، عشان انا مش عندي سؤال دوت، فمش عارف اي سؤال انت. لا مش هينفع تبيش في الحصه، ما تضيعش وقتك. ابعتوا لي بيكتشر وانا هنحل مع بعض ان شاء الله. طيب اوكي، ممكن نبتدي حصتنا مع بعض بقى. انا كنت حضرت لكم النهارده شويه اسئله very important questions. اوكي يلا. اوكي اول سؤال اهو بيقول ايه؟ 500 تايم ايكوال وات تايمز 10؟ ها شايفين السؤال؟ 500 ايكوال وات تايمز 10؟ هم 500 ايكوال وات بلانك بوكس تايمز 10؟ ده السؤال. يلا يا ريتال، صح يا نور، يلا يا ليلي. وات تايمز 10 ايكوال 500؟ يا ليلي قلت لك ما تكتبيش السؤال يا حبيبتي، ما تضيعيش وقتك، ركزي معايا في الحصة يا حبيبتي. صح يا ريتال، اكسلنت يا حبيبتي. يلا 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 يا ليلي، 500 ايكوال وات تايمز 10؟ اكسلنت يا ريتال. طب يلا اكتبيه. فيري جود، بقى 50. اكسلنت. السؤال اللي بعديه هو كان موجود هنا اهو، بس السؤال ده نزل عمل بيست عليه. اقول بيقول ايه اهو السؤال؟
1500 equal what times 30. ركزي شوية. أنا عندي هنا 15 وهنا هنا 3. 1500 equal what times 30. ما تخليش الزيروز إيه تلخبطكم. سين مش داخل معانا خالص النهارده من أول حصة. يلا يا نور، يلا يا ليلي، يلا يا ريتال. مستر انا بعت ريتال، ما بعتليش حاجة يا ريتال. انا بعت يا مستر. مين بعت؟ نور. مش عارفاها. ازاي مش عارفاها؟ انا بعتها صح يا نور. اكسلنت يا نور. ليلي اكسلنت يا نور. مالك، في حد يرجع يخسر ليه؟ مصدعة، معلش. خلاص يا ليلي، حلي يا ليلي، حلي يا ماما. ماشي صح. يلا يا ريتال. بصوا يا جماعة، هو أنا جيت قلت هنا 3 تايمز 5 إيكوال كام؟ كام يا ريتال؟ 3 تايمز 5 ايكوال كام؟ 15. طيب لو جيت قلت 30 تايمز 5 ايكوال كام؟ يا ريتال. 150. اكسلنت. طب لو جيت قلت 30 تايمز 50 ايكوال كام؟ one 1500. اهو مش ده الانسر اهو، يبقى هنا 50. مستر طب ما احنا ممكن نعمل 1500 ديفايد 30. صح صح، بس انا بجيب دي ذاتس انذر واي اوف كويشن اوف انسرينج. اوكي كوريكت يا نور. طيب السؤال اللي بعديه، يلا ايه السؤال اللي هنحاول نحله؟ This sequence decreases by the same amount each time. Right the number in each box to complete this sequence. يعني هنا number 41 decreased بقى كام؟ بقى 29، و 29 decreased بقى كام؟ بقى 17، و 17 decreased بقى 5. بيقول لي ايه؟ decreased by the same amount. واخد بالك يا نور انت وريتال؟ by the same amount يا ليلي each time. Very important point, very important point. Write the number in each box. يلا it's very easy. يعني هنا بقى كان كام وبقى decrease بقى 41، وهنا 5 لما decrease هيبقى كام؟ يلا hurry up. على فكره الاسئله دي اسئله امتحانات جت في السنه قبل اللي فاتت. يلا يلا يا ريتال. اهو ثاني هعمل اخر استاذ. عايز بوكس نمبر ايه اللي هيجاوب يبعت يقول لي بوكس نمبر ايه ايكوال كام؟ بوكس نمبر بي ايكوال كام؟ علشان اقدر اميز بين الرقمين. وخلي بالك انا عندي طلع بره الاونلاين. اوكي
يلا يا نور، يلا يا تال، يلا كومبليت، يلا سهل قوي. هنا ببص 41 بقى 29، يبقى ديكريز باي هاو ماتش؟ يلا يلا يا نور، يلا يا تال. يلا يا نور، يلا يا ريتال. ازاي يا حبيبتي؟ 41 بقى 29، يبقى هي ديكريز باي هاو ماتش؟ نور اعملي اديشن مظبوط، اعملي اديشن مظبوط يا نور. ريتال نو يا نور، نو يا ريتال، نوت كوركت. يلا يا نيلي، ليه فين بالظبط؟ انا مش عارف ليه فين. طيب عشان انا بعت ايه؟ ايه غلط؟ صح يا نور، صح يا نور، انت عطيتها دلوقتي صح، مظبوط، فيري جود. يلا نمبر بي، يلا يا ريتال، يلا يا ليلي. فيري جود يا نور، اكسلنت. يلا يلا يا ريتال، يلا يا ليني. طيب عشان برضه نكسب وقت، 41 بقى 29، عملنا ايه؟ يعني عملت 41 decreased، يبقى 41 minus 29 equal 12. طيب 29 بقى 17، يبقى 29 minus 17 equal 12. فيري جود. يبقى لما اجي يبقى نمبر ايه؟ يبقى وات؟ طيب ماينس ايه ايكوال 41، يعني كده عملت 41 بلس كام؟ 15 بيكوال كام؟ ها 53. انا عملت طب البي 5 ماينس 12 ايكوال كام؟ ها 5 ماينس 12 ايكوال كام يا ليلي انت وريتال؟ نيجاتيف 7، نيجاتيف 7، نيجاتيف 7 دي 5 وانا 12، يبقى 5 ماينس 12 يكون نيجاتيف، يبقى هنا يبقى ايكوال كام؟ نيجاتيف 7. فيري جود مستر، انا عملت حاجه ثانيه ينفع اقولها؟ اه يا هتقولي في الصور. في الاول لما كانت عملت 41 ماينس 5 وبعدين طلع عملت ديفايد، عملت ديفايد 4. تمام ليلي، افتح الكاميرا ليلي بليز. لا غلط طبعا، هو قال لي ايه؟ قال لي ديكريز باي سيم اماونت، ديكريز وسيم اماونت، سهله خلاص، مش محتاجه بقى اي كلام تاني. فهمنا سؤال هنا يا ريتال؟ انا بحاول اشرح حاجات كتيره عشان ناخد نستفيد من الحصه. لو حد عايز يعمل ريفيجن ممكن يراجع الفيديو بتاعي او يحل تاني السؤال لوحده. اوكي، انا بعمل لكم سيلكشن الاسئله امبورتنت. اوكي اوكي طيب السؤال ده يلا نقرا السؤال وايه وانا وابعتوا لي انسر. ادي نمبر 1، ادي نمبر 2، ادي نمبر 3، ادي نمبر 4، ادي نمبر 5، ادي نمبر 6، ادي نمبر 7. يلا مثل حضرتك نسيت اب ريتال، ريتال ركزي في الحصه يا حبيبتي، ركزي في الحصه بليز. يلا يا ليلي انت ونور. يلا حبيبتي، اكسلنت يا نور، بيرفكت. يلا يا ليلي. نعم اختار ما بينهم. السؤال بيقول لك ايه؟ الاكسل
السؤال بيقول لك ايه؟ reflex angles inside this shape وانا اعمل لك ايه؟ وانا اعمل ارقام، ابعتي لي ارقام برايفت ايزي، نو نيد فور اني انسر، جاست تايب. يلا يا ريتال. اكسلنت يا ليلي. يلا يا ريتال. بتقفل لي الفيديو، انا عايز تقفل لي الفيديو يا ليلي. في ايه؟ بتقفل لي الكام ليه؟ تقفلي الكام ليه يا ليلي؟ في حد جنبك في الاوضه؟ طب تفيدها ليه؟ لا يا ريتها غلط. الريفلكس انجل يعني ايه يا جماعه؟ الريفلكس انجل، الريفلكس انجل اللي هم ايه؟ اللي هو الانجل اللي هي بتبقى مور ذان 180، دي الريفلكس انجل. لو قلنا كده اهو الانجل دي تبقى هي دي الريفلكس انجل، يبقى انا ايه؟ 5 اند 7 ار ذا ريفلكس انجل. صح ولا غلط؟ فهمت؟ افتكرتي يا ريتال؟ ادي انجل اهي، لو انا عملت كده اهو اي انجل، اي انجل مور ذان 180 تبقى ريفلكس. ادي واحد، ادي اتنين، ادي ثلاثة. اوكي نراجع درس الجيومتري بتاعنا، نراجع درس الجيومتري. الامتحان هيجي لنا شامل كل ما اخدناه في بارت في ترم 1. اوكي ده سؤال عايز عنده كومن سنس، مجرد ان تعرف تقرا انجلش وتعرف تختار ارقام مظبوط، ملوش اي رول ولا اي حاجه، بس ده اكزامبل من الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحان، بتبقى بره المنهج، محتاج لوجيك ثينكينج اند ايه كومن سنس. يلا نقرا مع بعض سؤال. Look at this information. There are dot floors in the hotel. Each floor has how many rooms? There are dot rooms in use. There are dot rooms not in use. يبقى انا كده فهمت ايه؟ فهمت ان انا عندي اوتيل، فهمت ان في فلورز ان ايتش اوتيل، ايتش فلور هاز رومز، بيقول ان عنده نمبر اوف رومز ار يوزد، نمبر اوف رومز نوت يوزد. صح؟ مديني تحت ايه؟ ارقام. من تحت ارقام. ده السؤال ده بيبقى عباره عن ايه؟ مالتي انسر كويشن. يعني ايه مالتي انسر؟ ملوش اجابه واحده محدده. اوكي؟ بس باي كومن سنس اي هاف ا فلور، I have there are dot floors in the hotel by default كده. الاوتيل ممكن يبقى have how many floors from your common sense كده؟ very good 8. صح، ما ينفعش اقول ان الاوتيل فيه 132 floor not common sense. اوكي صح. طيب each floor has how many room by common sense؟ 132. excellent. صح، common sense. صح، ما ينفعش اقول ان each floor has مثلا for example 600 or 300 room. اوكي ماشي. There are dot rooms in use. ها 369. اوكي او ممكن اقول 660 وات ايفر، ممكن الاثنين زي بعض عادي، يعني ممكن دي او دي، يبقى 396. صح، and طبعا بار ديفولت 660 not rooms in not in use. هنا ممكن اعمل سواب between the two answers، مش مشكله. اوكي بس السؤال دوت كومن سنس. ارجع ورا يا نور، ارجع ورا، ارجع ورا اتكلمي، علي صوتك. ايوه في حاجه غلط في هنا. ايش فلور 132 ليه؟ عشان يعني في 132 رومز، ازاي بقى 396 لا روم ان يو ان ذا اول ذا هوتل نوت ان ذا نوت ان ذا فلور. وقال لك each floor had 132 room. يعني انا عندي اوتيل اهو، بيلدينج اهو، contains how many floor؟ 8. ادي 1 2 3 4 5، ادي 6، ادي 7. بتشتي عندك ولا ايه يا نور؟ ادي 8. ماشي اوكي خلاص. طيب يبقى انا عندي ايه؟ ده الفلورز في الروم اللي في الاوتيل. اوكي وكل روم، كل فلور في ايه؟ في نمبر اوف رومز. فهمت يا حبيبتي؟ اوكي اللي بعدين.
227 207 تايمز 27. هو هنا بيقول لي ايه؟ خلي بالك سو بيقول لي هنا شو يور وركينج، يعني لازم اكتب له درافت، اعمل له درافت وانا بانس وانا بانسر. لا هيكتب الفايل الانسر على طول، مش هياخد النمبر المارك. يا نور يا ريتال يا ليلي ركزوا معايا وانا بتكلم، ركزوا معايا ضروري، ركزوا معايا ضروري بليز. شو يور وركينج 207 تايمز 27 اهو. يبقى انا لازم اعمل لونج مالتيبليكيشن. حد يعرف يعمل لونج مالتيبليكيشن ولا نعمله مع بعض؟ لا انا بعرف. ايتال ايتال تعرفي تعملي لونج مالتيبليكيشن؟ لا. طيب نعمله مع بعض. حاضر ركزي معايا يا حبيبتي. اول حاجه في لونج مالتيبليكيشن 27 تايمز 7، واخد بالك ال 7 هبتدي بيها تايمز 7 اهو. يبقى 7 تايمز 7 ايكوال كام؟ ها 49. فيري جود. يبقى 9 اند اي هاف 4. 7 تايمز 0 7 تايمز 0 0 بلس 4 بيكوال 4. 7 تايمز 2 ايكوال 14. اكسلنت تمام خلاص كده خلصت 7. اخش على النمبر اللي بعديه اللي هو كام؟ 2. 2 تايمز 7 ايكوال كام؟ 14. يبقى 4 اهو. يبقى انا هكتب ال 4 تحت ال 2 اهو. And I have 1 in my hand. 2 تايمز 0 ايكوال كام؟ 0. بلس 1 ايكوال 1. 2 تايمز 2 ايكوال كام؟ ايكوال 4. خلاص؟ اهو. اعمل اديشن. انا عندي طريقة تانية. اعمل اديشن. اعمل اديشن. تمام. 9 4 بلس 4 ايكوال 8. 4 plus 1 equal 5. 1 plus 4 equal 5. يبقى الانسر equal كام؟ 5589. اوكي يا ريتال افتكرت ازاي؟ حاضر افتكرت ازاي يا ريتال نعمل لوج مالتيبليكيشن؟ لازم وانا بشغال يا نور انت وليلي اوري له الايه الدرافتنج بتاعي وانا بكتب كده الايه الانسر ده. لازم اوريه له. لو ما كتبت له الانسر على طول بره ومشافش الدرافتنج ده مش هاخد المارك. اوكي اوكي يا ليلي. ينفع اكتب الطريقه بتاعتي؟ تكتبيها ازاي؟ طب قوليها قوليها لي انا هفهمك. لا دونت رايت. مش معاكي بن ومش هتعرفي تكتبي. قولي لي هتقولي ايه؟ لا اروتيشن. ايه؟ انا قلتش اي حاجه. بقولي قولي ما انت معكيش بن معكيش بن. قولي عايز تقولي ايه؟ طيب مش هينفع يا ليلي مش هينفع تكتب. قولي عايز تقولي ايه؟ طيب طيب طب اكتبيها لي. طيب ما اكتبيها. طيب وريها تكتبيها. هي هي يا نور هي هي ليلي اللي انا بعملها هي هي صدقيني. عشان بس ناخد اكبر حد اكبر قدر من الاسئله حاجه. طب ما ده اللي انا عملته. مين ده اللي انا عملته حبيبتي؟ يلا السؤال اللي بعديه. بزود 0. ما هنا هنا عايز احط 0 هنا يعني؟ مش عارف اوكي مش مركزه معايا انت ليه؟ طب السؤال اللي بعديه يلا يلا. تيك اول ايسوس ترانجلز مع بعض. ده مش شيب كده. واتس مين باي ايسوس ترانجل يا جماعه؟ اوكي ده كده ايسوس ترانجل. اول واحده او يس يس اس ترانجل ان ده ايكوال تو ده. طيب ثاني واحد ده بي بي ها يس اس اس ترانجل تمام. لا بي اسكيل
سي. لا مش سكيلينج سكيلين، يعني. مش سكيلين. لو انت خدت بالك هتلاقي ده is almost equal ده، ده السلايد ده almost equal السلايد ده. اوكي نمبر سي، ايسوسيس ترانجل. لا ده اكواد سي اكواترال. لا اكواترال لا، لا ده سكيلين ده سكيلين. فيري جود. واللي جنبي نمبر دي، نمبر دي نوت نوت اساس. طب نمبر اي، حد يرد عليا يا جماعه. نمبر اي از ايسوسلس. لا دي اوكي اوكي يبقى انا عندي بس تو تراينجلز بس، صح كده؟ نمبر اي اند نمبر بي، صح؟ اوكي صح. اوكي يلا. Points A, B, C on a straight line. Draw a ring around the chords, correct chord for B. أنا كنتش عارفة دي. لا كنت عارفة. يلا. مين عايز يحل معايا ديت؟ مين يعرف يحلها؟ طيب يلا. لو أنا كده عملنا هنا straight line. أول حاجة إيه؟ قال لي A and B and C form a straight line. قال لي straight line أهو. وادي الرولر بتاعتي، وادي الستريت لاين اهو، وادي النمبر لاين اهو. خلاص تمام. لو جيت قلت هنا اهو ده كده سي اهي، ادي اكس. اوكي ما هو مش كاتب نمبرز عشان اعرف. ما هو مش كاتب نمبرز اه، بس انت عندك مخ ممكن تشوف النمبر وتعملي جيسنج. ما هو برضه مش هيديك الامتحان يا نور يا حبيبتي، هيديك الامتحان كده سهل. لازم يعمل ايه؟ لازم يميز بين الاي ستار والاي والبي والسي. مش كل الناس هيجيبوا اي ستار، صح؟ you must understand that it's not gonna be an easy question. It's gonna be an ايه؟ a tricky exam. A tricky exam, not a hard exam, but it's gonna be a tricky exam. Right? فاكرين لما خدنا الدوت بلوت؟ ده الدوت بلوت. ده سؤال على الدوت بلوت. بص انا بعمل ايه؟ بعمل كده ليه؟ عشان اقدر اوريكم انا بفكر ازاي في الامتحان. فتقدروا تعرفوا ازاي بنفكر في الامتحان اهو. ادي نمبر سي اهو، ادي الاكس كوردنت، وادي الواي كوردنت، وادي نمبر ايه الاكس كوردنت، وادي الواي كوردنت، وادي نمبر ايه اهو، وادي نمبر بي. نحط الرول عشان نطلع اخر كوردنت بتاعتنا في نمبر بي الاكس كوردنت اهو. يلا اول حاجه هفكر فيها نمبر سي. يا ريتيل حرام عليك يا بجد، I'm getting confused really. يلا نمبر سي الاكس كوردس يبقى كام هنا في نمبر سي؟ مين يقول نمبر اكس الاكس كوردس؟ يلا يا نور، يلا يا ليلي، يلا يا ريتيل. تقولي طيب، قولي لي ما مكتوبه، تقولي تقولي طيب. لا 7 7 7 اوكي 7 7 ونمبر ونمبر والواي تبقى كام؟ 3. طب نمبر ايه؟ الواي هتبقى هنا كام؟ 7 والاكس 3. طيب نقدر بقى نقول هنا نمبر بي ممكن تبقى كام؟ ممكن تبقى 4 و6. 4 و6؟ لا انا اهي ممكن تبقى 10 اكس هنا، ممكن تبقى 10. لا ما ينفعش تبقى 10، ما ينفعش تبقى 10، ما ينفعش تبقى 10. يبقى ممكن تبقى كام؟ ممكن تبقى 6. ماشي ممكن تبقى 6 and 2 and 6 and 4. يبقى كده عرفت ليه الاكس كوردنتس. طب اللي هنا الواي between 3 and 7، يعني ما ينفعش تبقى 2. ليه؟ هنا واي 2 صح؟ هتبقى 6 and 4. فهمت فكرت فيها ازاي؟ فهمت فكرت فيها ازاي؟ فهمت فكرت فيها ازاي؟ اه يبقى هنا ممكن يبقى 6 نكتب بلون تاني 6 وهنا 4. معايا يا ريتال؟ اه
يتقال. يس. فاهمة يا حبيبتي؟ اه. طيب يا حبيبتي ماشي. مين عايز يقول؟ ينفع اسأل سؤال عشان نسيته؟ ايوه يا حبيبتي اسألي اسألي حاجة اسألي انا معاكي. هو احنا لما بنجيب يعني بنجيب دول بنجيب اللي هي اكس ولا واي الاول؟ مش هتفرق معاكي يا اما اكس او واي، اهم حاجه يبقى الانسر لوجيك زي ما انا عملت كده. عارف ان هنا ساعات بيجيبها لي النمبر ده، على النمبر ده اكس. بتقول ايه؟ ساعات بيجيبها لي على زد وحطيت الفونت بيقول لي هنا الاكس دي دايما، هنا الاكس دي، هنا الاكس خلاص. والناحيه الثانيه اللي هي الاذر نمبر هو دايما الواي، بدا ايكوال واي، هنا ده ايكوال واي. فهمتي؟ يبقى اكس اند واي. فهمتوا يا جماعه؟ يبقى هنا yes. بي يبقى بي ايكوال كام؟ 6 اند 4. تمام؟ واضح كده السؤال بالنسبه لكم؟ okay. ولا صعب؟ طيب السؤال اللي بعديه، يلا ابعت لي الانسر ده برايفت. السؤال ده ابعتهولي برايفت. درو ا رينج اراوند اول، ها خد بالك انت من دي كلمه اول مهمه جدا، اول ذا نمبر ذات ار ايكويفالنت تو 1 اند 1 اند 2. يبقى هو هنا مديني ايه؟ ميكسد نمبر. وهنا وهنا والانسر ايه؟ امبروبر فراكشن. يبقى لازم احول ده لايه؟ لامبروبر فراكشن الاول، وبعدين اعمل سيلكشن لاول ذا نمبر ذات ار ايكويفالنت 1 اند هاف. يلا يلا ابعت لي انسر برايفت. يلا يلا يا روح يلا يا رتال. اوكي يا نور. اوكي يا ريتال. ركزي كمان ركزي كمان ركزي كمان يا نور ركزي كمان. طيب ممكن طيب صح ممكن ايه نفكر مع بعض. تعال ادي 1 and 1 over 2. طيب نحولها اول حاجه ايه ل improper fraction تبقى ايكوال كام؟ 3 over 2 3 over 2. طيب يبقى كده ايه حولناها 3 over 2. طيب 6 over 4 اول حاجه لو جينا عملنا simplification equal كام؟ divided by 2 divided by 2 يعني equal كام؟ 3 over 2. يبقى اول حاجه كام؟ 6 over 4 صح. طيب تاني 4 over 6 لو جينا عملنا simplification divided by 2 divided by 2 equal كام؟ 2 over 3. يبقى ما تنفعش. 10 over 5 divided 10 over 15 نعمل simplification divided by 5 divided by 2 divided by 2 أو by 5 whatever equal كام؟ 10 divided by 2 equal 5 و 15 divided by 2 equal 3. يبقى not إيه؟ not equivalent. تمام. اللي بعديه 15 over 10 برضه ما ينفعش تبقى 3 over 5. طب 1 and 4 over 8 ها؟ لو جينا عملنا simplification equal كام؟
ارجعي ورا يا نور، ارجعي ورا عشان اسمعك، بتلاقي قدامك مش بسمعكيش، تقولي ايه؟ 15 over 5 15 over 10 هتنفع. ليه؟ تعالي نجربها مع بعض، تعالي نجربها مع بعض. 15 over 10 divided by 5 و divided by 5 equal 3 over 2. excellent، الله ينور يا نور. طيب 1 and 4 over 8 equal 1 divided by 2 equal 2 divided by 2 equal 4 يبقى equal 1 and 1 over 2. بتنفع دي؟ يبقى هي دي ودي ودي، صح كده؟ فاهمين انا عملت 1 and 4 over 8 دي جبتها ازاي؟ 1 and 4 over 8 عملت simplification divided by 2 فوق و divided by 2 تحت، يعني انا equal. عملت كل ده بس تمام. السؤال دوت لازم يكون احنا فاهمينه وحافظين التايم تيبل كويس قوي علشان نعرف نحله صح. السؤال دوت بياخد مننا سهل بس ياخد مننا وقت كتير. اوكي معايا؟ السؤال اللي بعديه، يلا نقرا السؤال ده وابعت لي الانسر برايفت. معانا 2 minutes برضه مش هنضيع فيه وقت كتير. There are 20 fruits in three gardens. Two-fifths of the trees are apple trees. The other are pear trees. How many pear trees are there? A tricky question برضه. يلا يا رتال. معانا 2 minutes بالظبط. فكر فيها. جبتيها منين؟ عملت خلاص فاهم، خلاص استنى نخلص ليلي والولاد يخلصوا. يلا يا ليلي. طيب نحلها مع بعض. انا عندي كام؟ انا عندي 20 fruits trees in the garden. يبقى trees قد ايه؟ total number of trees equal كام؟ 20. ينفع اقول انا جبتها ازاي؟ طب بعد ما اشرحها. حاضر. انت ليه داخله فيها اشمعنى كده؟ طيب 2/5 of the trees are apple، يعني 2/5 2 over 5 of the trees of trees are apple. يعني ايه 2/5 are apple؟ يعني apple trees، يعني apple trees equal 2/5 اهو of، يعني times 20. يعني equal كام؟ equal كام؟ equal 40 over 5، يعني equal كام؟ 8 trees are apple. يبقى how many trees، how many apple trees are 8؟ قال لي the others are beer. others يعني هو كام؟ يعني 20 minus 8 equal كام؟ 12.
12 بير تريز. فهمتيني يا رتال؟ فهمتيني يا ديلي؟ قولي انا، قولي انا عايز تقولي ايه؟ هي نفس اللي حضرتك عملته. شفتي بقى لما تديني فرصة زي بقى بنفهم بعض ازاي؟ تمام، فهمتي يا ريتال انا عملت ايه؟ لو عايزين، لو عايزين ارجع لك حاجة قوليها، ارجع لك احنا مع بعض. فهمت. لو في حاجة يا ريتال قولي لي، ما تكسفيش مني. اوكي يلا السؤال اللي بعديه. A proportion of this shape is shaded. يعني انا عندي شيب اهو، عملت شيدنج لشويه سكويرز وساب اذر سكويرز اهم. write the number to complete the sentence. two in every what squares are shaded. two in every what are shaded. يلا يا نور، يلا يلا يا ليلى. انا عندي how many square اصلا؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. how many squares are shaded؟ 1 2 3 4. يبقى 4 over 10 are shaded. يعني كام؟ يعني 2 fifths are shaded. يبقى 2 in every 2 in every 2 in every 5 squares 2 fifths. مش ده 2 fifths؟ مش ده 2 fifths are shaded؟ 2 fifths are shaded صح؟ يبقى 2 every 5 squares are shaded صح ولا غلط؟ فهمتوني؟ فهمتيني انا جبت ازاي؟ ها؟ ليلي انت معايا؟ طب ليه انت ليه قافله المايك وقافله وقافله الفيديو؟ يعني انا كده يعني، طب انا كده هعرف انك معايا ولا عطل في ايفن في الليسون؟ طيب يا ليلي يعني ليه بتعملي كده؟ طيب انا اي دونت نو اني ريزون بصراحه، انك قافله المايك وقافله الكاميرا. طب انا هينتر اكت معاك ازاي؟ طيب يعني هحاول افهم انك فاهماني ازاي. انا مش بكلم نفسي يا جماعه في النهارده في الليسون دي، انا بكلمكم انتوا بس، انتوا ثلاثه بس. اتس يور برايفت ليسون اند يو ماست جين لوت اوف انفورميشن فروم ات. It's your private lesson يا جماعة. طيب يبقى أنا عندي a group of squares. السؤال ده مش سهل، بس احنا لو فهمناه هيبقى سهل علينا إن شاء الله. يقول لي إيه؟ عندي 10 squares. 4 squares out of 10. يعني إيه؟ 2 over 5. جبتها منين؟ عملت 4 over 10. عملت simplification divided by 2 divided by 2 4 equal 2 و divided by 2 10 equal 5. يبقى إيه؟ يبقى الفراكشن كام؟ 2 fifth صح؟ هنا بيقول لك ايه؟ 2 in every what 2 in every 5 squares are shaded. فهمتوني؟ نور مالك فهماني؟ طب مالك ايه بتعيطي ليه؟ مش بعيط. ما مالك حاسس بتعيطي؟ بقى دماغي مصدعة. ايه؟ دماغي مصدعة. طيب يا حبيبتي الف سلام عليك، شكلك ما نمتش كويس. طيب اوكي السؤال اللي بعديه. السؤال ده سهل جدا بقى. يلا يلا يا ريتال، يلا يا ليلي، يلا يا نور. فاكرين الدرس دوت احنا خدناه مع بعض؟ سهلة. طب يلا. اكسنت ريتيل صح. انت بعتي رقم ريتيل؟ ايه؟ انت بعتي الرقم ده؟ ايه هو الرقم اساسا؟ ما مين بعت الرقم؟ مين بعت الرقم؟ مش انا اللي بعته، انا لسه بعت دلوقتي. لا انا عارف يا نور صح يا نور، بس ريتيل بعت نفس الانسر بتاعك وبقول لها صح تقول لي مش انا اللي بعت. اوكي ماشي ماشي، انا مش قادر افهم بصراحه يعني ايه اللي بيحصل. اوكي
يلا يا ليلي. اكسلنت، فور صح يا جماعة. اوكي تمام، السؤال اللي بعديه يلا نقرا بقى السؤال دوت. انا عندي جراف بيوضح هنا number of days و depth in meter، يبقى كل number of days و depth in meter، كل day في depth، هنا 20 meters depth، هنا 50 meter وهكذا. Write the greatest depth of water shown in the graph. How, what is the greatest depth of water? يبعت لي الانسر برايفت. Number A. اكسلنت اكسلنت يا ليلي، ايوه كده بقى، الحمد لله على السلامه يا ليلي. صح يا نور. ليلي ركزي معايا بليز، يا ليلي بليز ركزي معايا. يلا يا ريتال بصي للجراف. واتس اجيز ديبس اوف ووتر، اي حل بيه طبعا، اللي حل يخش على بيه على طول. لا في ايري ايري جريف. خلاص اه خلاص خلاص. ازاي ارتاح؟ وهنا هنا الدبس فين يا حبيبتي؟ مش هنا الدبس اهو، دبس اهو 10 20 30 40 50 60، but the greatest depth is again 60 اهو، 60 تمام. طيب نمبر بي بيقول لي use the graph to complete the sentence. It takes what days for depths of water to change from 60 to 10 meters اهو، from 60 to 10 فين 60 meters اهو، فين 10 ميت اهو، يبقى how many number of days اهو 150، وهنا ايه 250، يبقى it takes how many days to change of water from 60 meters to what to 10 meters، يبقى هعمل 250 minus 150 equal كام، how many days 100 days. صح يا نور اكسلنت. ده برضو يا جماعه ده الدرس بتاع الدوت بلوت. اوكي السؤال اللي بعديه تيك اول ذا نمبرز ذات راوند 5، يلا ابعتها لي برايفت. مشكلتي بيك محتاج ذاكر.
ولو هي واحدة بس بالنسبة لي كافية خلاص. لا طبعا مش عاجبني، لأن أنا مش لوحدي في المسؤولية. يلا يا نور هليني مشت ليه؟ طب يلا اوكي. هو round to five معناها لما تعمل لها round to whole number تدينا five. very good يا حبيبتي، very good excellent والله. اما selection الارقام وبعدها private. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ يا ريت بس عليك تفولو اب مع ليلي، لان هي بقالها حصتين بالظبط مش مركزه معايا خالص، والنهارده اقرب وقت اقفل الكاميرا ومش بتنتراكت معايا. فاستاذنك لو ينفع تخلي ليلي تخش الحصه الثانيه بتاعتنا النهارده، وبعد اذنك بس تفولو اب معاها لو هي في حاجه مضايقاها، في حاجه مزعلاها، لان حاسس ان البنت مش مركزه خالص، في حاجه غلط. ميرسي، شكرا. يلا يا ريتال، يلا يا ريتال، بنعمل سيلكشن للنمبرز ذات كان بي راوندد تو 5 من التيبل قدامك. انا بعد صح جدا جدا جدا، بيرفكت يا نور. بس حضرتك قافل الكاميرا. صح يا نور، صح يا نور، صح يا نور، صح يا نور، صح. يلا يا ريتال كملي يا ريتال. صح يا نيل، صح يا ريتال، صح. يبقى أول حاجة 4.5 أوكي، 4.7 4.9 5.1 5.3. لو 5.5 is correct no because 5.5 if I round it it will be what it will be 6 أوكي أوكي. طيب السؤال اللي بعديه، Eva has 9 square files. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. She joins all her square tiles to make a large square. زي ما احنا شايفين كده، 1 large square. يبقى 1 large square consists of what? Of 9 squares. Okay? صح ولا غلط؟ ماشي. صح. يلا. Number A. Tick the names of children who can join all their square tiles to make a large square. One has been done for you. يعني ده كده في الامتحان بيقول لك اول نمبر از دان، اذا هو اول حاجه ايفا نمبر اوف تايلز 9 كان جوين اول ذير سكوير تايل تو ميك 1 صح. نمبر 4 جبريال كان كان جوين اول ذير سكوير تايل تو ميك لارج سكويرز، شي هاز هاو ماني تايلز 4 اهي 4 تايلز، يعني هي لو انا عملت 4 تايلز ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 صح. if she joins 4 tiles she will form what 1 large square صح. اوكي صوفيا 15 tiles
كيف شي يجي؟ تمام يا رب. لا مش هتعمل. ليه؟ ليه لا يا نور؟ هتعمل الاكتئاب ده بخير. صح كده، فيري جود، بدي نوت. اوكي يلا، انجليكا 33 تايل. يلا يلا يلين. مش هتعرف برضه. ليه؟ لا يا عم. ليه اوكي، قولي يس اور نو. نو ليه؟ نو 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 ليه يا جماعة؟ because 33 cannot be يعني cannot make divide by 4. طب ما عندي 9 couldn't be divide by 4، وعندي 9 تايلز اهي، هما 9 هنا اصلا، وكود بي بس كان فورم 1 لارج سكوير. صح، انت بتعملي صح. اوكي ماشي. طب 64 نو. 64 صح؟ يس تقدر. فور صح. تمام. الف سلام عليك يا ليلي. ليلي از ا ليتل بيت تاير توداي. طيب هناخد سؤال كمان، احنا كده خلصنا، هناخد سؤال كمان عشان اتاكد من كام حاجه كده بس النهارده عندكم بعد اذنكم بليز، يعني ممكن؟ هناخد سؤال كمان اهو، السؤال دوت فيري امبورتنت، واعتقد انتوا ما خدتوش قبل كده. النهارده الحصة طويلة شوية، الحصة النهارده ممكن تكون يعني متعبة شوية، بس أنا حابب إن أنا أكون كده معاكم النهارده عشان خلاص إحنا بنقفل الترم بتاعنا، وأحاول أديك كل الأفكار الموجودة. يلا ابعت لي الأنسر، أدي بوكس نمبر إيه؟ بوكس نمبر بي. أي حلتوه ده؟ أه أنا حليته. طيب ابعت لي الأنسر ده عشان دي مهمة، عايز أرجعها معاكم. يلا بسرعة. اوكي يا نور صح. يلا يا ليلي، يلا يا رتال. اوكي صح يا ليل. يا جماعه لسه ريتال مش مشكلة عندي. اوكي صح يا حبيبتي، فيري جود. يلا يا ريتال. يا مستر انا بعت نمبر ايه صح؟ ايوه حياتي نمبر بي. يلا مستنيكي بقى. انا كنت فاكره دي هتبقى ايه؟ كنت فاكره دي ارجعي ورا اسمعي، ما اسمعش حاجه. ايوه ارجعي ورا كده، برافو عليكي. كنت فاكره بي هتكون 10 بس مش كده. ليه 0.01؟ ليه 0.01 يا ريتال؟ حد يقول لي ليه يا جماعه، حد يرد عليا. هي نمبر ايه هتبقى ايكوال كام؟ 10% هتبقى تمام. نمبر بي ايكوال كام؟ هتبقى 0.10. ليه 0.10 ليه؟ هو انا 50 بقى كام؟ عشان 1 عشان هنا 0.5 1 مش هنا 0.1 10% يبقى 100% يبقى ايكوال كام؟ 1. 0.5
0.1 يبقى 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 سهلة صح يا ليلي؟ اوكي اكسلنت يا ليلي صح يا ليلي انا كنت عاملاها خلاص اوكي السؤال دوت برضو ممكن نختم بيه النهارده الحصه بتاعتنا ولا عايزين نكمل ايه ده يا احمد نكمل ولا نكتب الحصه بتاعتنا كده كده هبعت لكم البروجريشن تيست النهارده كتير يلا نمبر A نمبر B حلو وايه وتبعت لي الانسر برايفت يلا عشان احلها لازم احل دي لوحدها واحل دي لوحدها بعدين احل دي لوحدها واحل دي لوحدها هيطلع هنا انسر وهنا انسر وهيطلع هنا انسر وهنا انسر اوكي يلا بينا موبايل دي هي قلت ايه اكسلنت اللي بعديها يلا يا ريتال واحده واحده حبيبتي لو مش عارفه حاجه قولي لي يا حبيبتي ما تجيش دعوه بنور روح الحل بسرعه ما تجيش دعوه بيها انت هنا عشان افهمك نور وحشه انا هنا عشان افهمك نور وحشه بتحل بسرعه ما تجيش دعوه بيها انا قولي لي اللي مش فاهمه انا فاهمه لي ماشي ماشي حبيبتي يلا يا ليلي ولا يهمك عادي ولا يهمك الف سلام عليك يا مستر شاب شاب النعناع وشاب الليمون بقى عشان ايه شدنا ساعة دنا يا مستر هو يعني اجاوب على البوكسين اللي هم بتوع نمبر ايه ولا اقول لزان وكده قولي نمبر ايه ايكوال لزان ولا بيجر زان بس ازاي تعرفي لما تحل لما تحلي الايه البوكسز اللي انا حاططها دي ماشي يا نور اكسلنت يلا يا نور يلا يا ليلي شايفه ليه ايه اللي حصل حضرتك السكرين طلعت فوق ايه ده ازاي انا طلعت فوق لا 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 ما ينفعش حطي بيجر زان وسمولر صح 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 يا ريت حطي الساين بيجر زان وسمولر زان يلا انا بحضر لكم سؤال مش عارفه احطها لا اكتبيها اكتبيها بس اكتبيها يا حبيبتي صح 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 ماشي هبعت نمبر بي تمام السؤال الجاي بقى سؤال بقى ايه سؤال نفس السطرين يلا اكسلنت اكسلنت يا ليلي هنا دي ايكوال كام هنا ايكوال كام هنا ايكوال كام؟ ايكوال 25 ودي ايكوال كام؟ نيجاتيف 25 بدي طبعا فور شور بيجر ذان صح يا ريتا صح يا ليلي انت انت ونور فيري جود طب هنا ايكوال كام؟ نمبر بي ماينس 8 بلس 8 ايكوال كام؟ ماينس 16 نعم ماينس 8 بلس 8 0 0 16 ماينس 8 ايكوال كام؟ 8 اكسلنت يبقى دي بيجر صح اكسلنت كيز يا ليلي يلا بينا سؤال تاني مهم ها نمبر A برايفت صح نمبر B هنا دي نمبر C دي نمبر B ودي نمبر C درسنا وحجزنا وفهمنا المسألة دي فيري جود ده أول درس خدناه خالص في الترم بتاعنا وده الترم ده وده الدرس بتاع الديوريشن بتاع التايم لما قلت لكم هنا المينتس وهنا السكند هاو ال1 مينت يكون هاو مينت سكند ايه
سؤال نمبر ايه. ماشي، فيري جود فيري جود، صح. ماشي، هقول بقى السؤال التاني. يلا هي دي تمام. نمبر سي ولا ايه يا مستر؟ اللي في اللي في المنت سي ولا بيوا ايه؟ كاسي، بيوا كاسي امبر ايه فوق خالص كده، بيوا كاسي. لا يا ريت يا نور، غلط غلط خالص. كونسنتريت، شوف الديسيمال، احنا بليسنج بيس، درس بليس فاليو. كونسنتريت يا نور، ايوه ايوه اضحكي ضحكه حلوه كده وروقي روقي علينا كلنا. حليت نمبر بي يا مستر. طيب ماشي اوكي. ايه بقى؟ انا بعت ايه؟ لا غلط خالص، يو دي بليس فاليو، في بوينت، في بوينت 36.43. خلصت يا مستر نمبر سي. بسم الله ما شاء الله. اوكي اكسلنت يا ريتال، اي بي سي كوريكت يا ريتال. يلا يا نور، الله عشان احنا كده النهارده خدنا حصه طويله ولا ايه؟ ولا حصه سهله ولا صعبه النهارده الحصه؟ لا هي سهله ريفيجن بس عادي. طيب الحمد لله. انا بعت بيها بعد بي سي بضرب ارجع لايه. ركزي يا ليلي، انا عندي هنا كام؟ ايه صح؟ هنا 36.43 ايكوال كام؟ 36.4. هنا 3، هنا لو انا هنا 3 ايكوال كام؟ بلس 0.03 اهو، هنجمعها ادي 36.4 بلس 0.03 اهو، يبقى كام؟ 3 4.63، يبقى هنا كام؟ 0.03. طيب 2 minutes equal how many seconds؟ انا عارف ال 1 minute equal 60 second، يبقى 2 minutes equal كام؟ 120 second plus half minute، مش half minute يعني how many second؟ 30، يبقى 2.5 minutes 150. excellent. طيب how many minutes، how many minutes equal 180 second؟ هعمل 100 divide 60. excellent، يبقى equal كام؟ ها 3 minutes. excellent. حد عنده سؤال؟ لا. انا حاولت النهارده اعمل معاكم ريفيجن لكل حاجه، حاولت النهارده ان نعمل سمرايزنج لكل حاجه خدناها ان شاء الله. I think you are very 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 perfect and very good students. اوكي يا ريت الهوم ورك اللي بعته يتحل. حصه النهارده تتراجع كويس قوي.